مشاهدينا متابعين لقاءاتنا معكم ولقاء التالي بيجمعنا مع نورة مرعبة خبيرة تكنولوجيا وتربية. صباح الخير لك نورة وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. نورة اليوم بدنا نحكي مع حضرتك عن تكافل المجتمع الرقمي مع المجتمع المدني وأهمية هالشي لحتى نكون عم نمكن خاصة المدارس المحرومة يلي اليوم عم نشوف عن جد يعني بعد انفجار المرفأ بأربعة آب كوارث بهذا المجال وبهذا القطاع تحديدا. صحيح، أنا هون لأحكي عن واقع المدارس، خصوصا أنه سبيشلي عن استمرار جائحة كورونا وانفجار بيروت، حتى المدارس الرسمية على المحك. وبدي أشير كمان أنه قرارات وزارة التربية يلي اعتمدت أكيد التعليم المدمج حطت المدارس الرسمية بوضع جدا صعب، ونحن بنعرف انه هن غير جاهزين لخوض هيدي التجربه من جديد، تجربه التعليم عن بعد والتعليم المدمج بالتحديد. نعم نورة، شو المشاكل يلي بيعانوا منها المدارس الرسميه خاصه السنه لما بنعرف انه صار في نزوح كثير كبير لعدد كثير كبير من الطلاب من المدارس الخاصه للمدارس الرسميه؟ صحيح، أنا هون لما بدي أحكي عن المشاكل بدي أحكي عن المبادرة يلي قامت فيها جمعية سند لبنان، واللي أكيد اللي هي أول شيء من خلال المدير عامة الدكتور نديم منصوري ورئيس رئيسها الأستاذ حكمة ناصر، قمنا بالتنسيق مع وزارة التربية وعملنا لقاء تربوي تنسيقي مع المدارس ضمن نطاق بلدية اتحاد بلدية القلعة. خلال هذا المبادرة يلي عملناها عملنا مثل ستادي كيس ل 12 مدرسة ضمن اتحاد بلدية القلعة. هيدي الستادي اللي عملناها بينت انه عندنا مشاكل رهيبة بالإضافة للمشاكل التقنية النفسية للتجهيزات لعدم وجود يعني عدم من ممكنين المدرسين لخوض هيدي التجربة. بالإضافة لكل هودي اكتشفنا انه عن جد المدرسين غير مؤهلين بابسط الامور التقنيه، يعني نحن بنعرف انه في عندنا مهارات رقميه بسيطه وعندك مهارات رقميه متطوره. من خلال الاستادي بين معنا انه حتى المهارات الرقميه البسيطه يعني اللي هي الوورد والباوربوينت هن في كثير في نسبه كبيره تتعدى 80% لا يتقنون هذه المهارات الرقمية. فنحن هون صار عنا شك انه نحن لوين رايحين اذا هن منن متقنين لهيدي الامور الرقمية البسيطة، كيف هن بدهم يكونوا جاهزين لخوض هيك تجربة. فصراحة الواقع على الأرض عزيزتي جدا سيء، لما بننزل كخبر على الأرض وبنشوف هيك واقع بنأسف وبنقول نحن كيف المدارس الرسمية بدها تقدر تفوت بالعام الدراسي بهيك كادر تعليمي غير جاهز لهيدي المرحلة للأسف. يعني نحن عم نحكي عن 12 مدرسة ضمن هيدا النطاق، عم نحكي عن 5228 تلميذ، عم نحكي عن 420 مدرسة، يعني هيدي مثل عينة بسيطة من المدارس الرسمية ببلدنا. هذا إشانتيون، شو بدي أحكي أنا عن المدارس الرسمية مثلا بعكار أو بالجنوب أو بالجبل. يعني للأسف هيدا الواقع حطنا هون كمجتمع مدني، عملنا هيدي ستيميليشن أنه لا لازم نتحرك ولازم نعمل أي شيء لأنجح أو ما أنجح، إذا ما بدي أقول أنجح، لدعم المدارس الرسمية بهيدي المرحلة. الحملة يلي قمتوا فيها لا دعم هال 12 مدرسة، خبرينا أول شيء كيف كانت وكيف رح تكونوا عم تدعموا هالمدارس؟ هلا كخطوة أولى نزلنا على الأرض، عملنا وزعنا استثمارات مفصلة أكيد وزعت عبر رئيس المنطقة التربوية الأستاذ أكرم أبو شقرة. هيدي الاستمارات كانت مفصلة تنعرف أول شيء تجهيزات كمدارس، هيدول 12 مدرسة شو في عندهم تجهيزات تقنية بقلب المدارس متوفرة، شو الحاجات يلي بحاجة لها هيدي المدارس لبدء العام الدراسي.
خلال كمان هيدي الاستمارة شفنا شو التقنيات أو المهارات الرقمية البسيطة والمتطورة يلي الأساتذة عندهم إياها. أكيد الاستمارات عطتنا فكرة بسيطة، بس لما نزلنا على أرض الواقع وبلشنا التدريبات لاحظنا انه هيدي المهارات او هيدي البرسنتج او النسب اللي بينت معنا من خلال الاستمارات ليست شبيهه للواقع، لانه يلي بيقول لك انه هو بيتقن ليتس سي الاكتف انسباير او بيتقن الباوربوينت او بيتقن المايكروسوفت تيمز، بنيجي على ارض الواقع تنشوف اذا فعلا هو يتقن هيدي المهاره، بنلاقي انه لا، هو خاضع لتقريبا ساعه او ساعتين من التدريب فقط. فحتى الاستمارة هيدي اللي عملناها والإحصاء اللي عملناه طلع إنه لا، الوضع أسوأ على الأرض من الأرقام اللي لقيناها كخطوة أولى. فنحن الخطوة الأولى الاستمارة، الخطوة الثانية بلشنا فيها أوريدي وهي التدريب، بلشنا كمجتمع مدني كجمعية سند لبنان إنه ننزل على الأرض ونبلش ندرب هيدا الكادر التعليمي كأساتذة بهدول 12 مدرسة، ونحن عم نكفي. يعني بلشنا بمدارس رح نكفي تنخلص مع 12 مدرسة يلي نحن تعهدنا إنه نقوم بتدريب المعلمين فيهم. هلا أكيد خلصنا من التدريب وإن شاء الله بنخلصه إذا الله راد قريبا، بدنا نروح على قصة تجهيز هيدي المدارس. نحن حطينا بالستدي تبعيتنا انه شو المتوفر من تجهيزات بقلب المدارس، شو هو لازم نوفره بأسرع وقت، ونحن عم نحاول اكيد بكل الجهود انه نقدر نأمن هيدي الموارد المالية من خلال الجمعيات والمجتمع المدني، نقدر نأمنه منشان نجهز المينيموم لهيدي المدارس تقدر تبدأ بالعام الدراسي. نعم نورا، في مشروع تكونوا بعدين كمان عم بتوسعوا هالمساعدة وهيدي الحملة حتى تشمل عدد أكبر، وهل برأيك هيك نوع مبادرات من سند ممكن تعد غير جمعيات لحتى تكون عم بتركز هلأ اليوم كل شغلة على هيدا القطاع اللي تأذى بشكل كتير كبير مع كل الأزمات اللي قطع فيها لبنان؟ صحيح، أنا بدي أقول إنه من يعني وزارة التربية ما عم تقدر تدعم المدارس الرسمية للأسف. نحن هون دورنا كمجتمع مدني من نقابات وجمعيات ومؤسسات إنه نقدر نكون الداعم الأساسي لهيدول للقطاع الرسمي التربوي بلبنان. يلي عملناه مع جمعية سند كأول مبادرة مع 12 مدرسة، إن شاء الله نحن بهمنا إنه نكون على نطاق لبنان كله ونجرب قد ما فينا انه ننجح هيدي العمليه. برجع بقول انه هيدول 12 مدرسه نحن عم نجرب نعمل منهم مدارس نموذجيه، هيدا التارجت تبعنا، هيدا هدفنا، نفرجي العالم انه بمبادره صغيره عم نقدر نعمل مدارس نموذجيه بقلبها كل شيء من تقنيات تكنولوجيا، من مختبرات تكنولوجيا وابتكار بالمدارس، ونقدر نحن بنقول بموارد مالية بسيطة منهم هالمبلغ الكبير. يعني نحن عملنا كمان ستادي كيس للمبالغ المالية قد ايه بتكلف تجهيز المدرسة، مدرسة رسمية بهيدي الطريقة. شفنا انه منه هالمبلغ الكبير، وبالهبات اللي عم تيجي لوزاره التربيه نحن كنا بنقدر من زمان نكون نحن مجهزين كل مدارسنا الرسميه بهيدي الطريقه، نعمل من كل مدرسه رسميه بلبنان مدرسه نموذجيه. فنحن انصدمنا بالرقم، انه رقم منه كبير، كانت عم تيجي على وزاره التربيه مبالغ ضخمه. طب نحن بهيدي المبالغ كان فينا نجهز المدارس الرسميه من زمان مش من هلا. برجع بقول مبادرتنا هون مشان نشجع باقي الجمعيات ونشجع كمان المغتربين ونشجع كل واحد وطني بحس بمسؤولية تجاه هيدا البلد، بمسؤولية تجاه أولاده، ومسؤولية تجاه التربية بلبنان، إنه يقدم ويقوم بهيك مبادرات. نحن مع وزارة التربية، بتنسيق مع وزارة التربية كمجتمع مدني، نقدر نغير الواقع، واقع التربية بلبنان وواقع المدارس الرسمية. نعم نورا مرعبة، أنا بدي أتشكر حضورك معنا، وبدي أطلب منك أكيد تكوني عم تقلينا كيف فينا نكون عم نساعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عناوينكم لكل الأشخاص اللي بحبوا يساعدوا من خلال برنامجنا. صحيح،
صحيح، ميرسي كثير لك، وان شاء الله دائما بنحطكم باجواء مبادرات جمعيه سند او اي جمعيه وطنيه لبنانيه عم تقوم بمبادرات مثل مبادره سند لبنان. شكرا كثير لحضورك معنا مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيك نورة مرعبة. مشاهدينا فاصل قصير ومنتابع، خليكن معنا.